بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: وهيئاتها، أي هيئات الصلاة، فالصلاة على ثلاثة أنحاء: أركان لا تصح إلا بها، وعددها مع تكرار الاطمئنان 18، وسنن، وهما أمران: القنوت في الفجر وفي نصف رمضان الأخير، والتشهد الأوسط فيما هو أعلى من ركعتين، سواء في الحضر أو السفر، لأن السفر الرباعية بتبقى ثنائي. فهذه السنن لو نسيت تركناها وسجدنا للسهو سجدتين بعد قبل السلام بدون تحيات. وهنا الهيئات، والهيئات إذا نسيت أو لم تفعل فلا شيء فيها، منها التكبير، ومنها رفع اليدين عنده، ومنها وضع اليدين اليمنى على اليسرى أثناء القيام، ومنها التسبيح في الركوع وفي السجود، ومنها الصورة التي بعد الفاتحة، ومنها آمين، ومنها دعاء الاستفتاح، كل ذلك من الهيئات. وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام ركن، لكن رفع الإيدين هيئة، ولذلك في بعض المذاهب كمذهب ابن إباض ما يرفعوش إيديه، يعني يقول الله أكبر وهو كده ما فيش إيدين بتترفع ولا حاجة، ما يجراش هيئة، ما فيهاش لا إعادة ولا بطلان. وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة، التوجه اللي هو دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فسمي توجها لأنك بتقول فيه وجهت وجهي. والاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من الفاتحة، ولا تجوز الصلاة عند الشافعية إلا بها. الإمام بتاعنا النهاردة كان حنفي، فالحمد لله رب العالمين، بالرغم أنه كوفي، والكوفيين كلهم البسملة جزء من الفتح، ما تعرفش بقى الإشكال ده يحلوا إزاي. هو لأنه درس حنفي في الأزهر، والحنفية يبدأون بالحمد لله، والحنفية طب ما انتوا كوفية ما تمشوا مع الشافعية، اللي يسيب الشافعية يتعب. تلفيق فيه نظر ازاي يعني؟ ما هو ابو حنيفة ابطل الصلاة، يعني لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما هو ما ابطلش الصلاة، فكان ينبغي انه يراعي البتاع ده، هو المسجد اللي هو بيقرا فيه ويتشفع: انا شافعي ما حييت، فان امت فوصيتي للناس ان يتشفعوا. هو حنفي، بس يجي عندنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو قارئ بالعشره، ده امام الائمه يعني، ده تلميذ الشيخ عبد الحكيم،
يعني هو إليه الملجأ والملاذ في القراءات. هنروح لمين طيب؟ هو ده. أيوة بس ما يطلعوش علينا احنا، لازم يبقى شافعي برضو معانا. قارئ على نفسه، أستاذ كبير يعني، ما هوش بسيط، لكن برضو ما العين ما تعديش على الحاجب يعني، ما تعلاش، ما يصحش. لأن أنا أكبر منه بنحو 10 سنوات. فلا بد من إيه يختشي، ولا تمام. وعند الركوع وعند الرفع منه يكبر برضو. ووضع اليمنى اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال أثناء القيام، اللي هو أصل القيام الأول. الرفع من الركوع ما فيهش وضع اليمين على الشمال عند جماهير الأمة، وبعدين فجأة لقينا رواية في الإنصاف للمرداوي عند الحنابلة، رواية ضعيفة، أن أحمد أجاز إنك لما تقول سمع الله ولمن حمده قم تحط اليمين على الشمال تاني. ودي فهمها سيدي الإمام إزاي؟ رحنا للجماعة بتوع الأصول قلنا لهم هو ده يعني إزاي يعني فهمها؟ ده الأمة كلها بما فيها أحمد، بما فيها سيدنا الإمام أحمد نفسه. في الرواية الصحيحة نحط إيدينا إرسال كده سمع الله لمن حمده ونحط إيدينا جنبينا، مالكي شافعي حنفي أوزاعي جعفري بدأ كله. بس في رواية في صفحة كده في الإنصاف للمرداوي يقول فيها لما تقول سمع الله لمن حمده تيجي مرجع إيدك تاني. قالوا لنا ده الفرق بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. جماعة بتوع الأصول بقى يقول إيه؟ إنه إيه اللي خلى حد بلاش الإمام أحمد؟ لأنه هو الرواية ضعيفة، إنما واحد زي المرداوي عالم، إيه اللي خلاه يخطر في باله إنه يقول ولما نرفع كمان كان يضع يمناه على يسرى وهو قائم في الصلاة. ده من قبيل العموم ولا من قبيل المطلق؟ امشي انت ورا انه ده من قبيل العموم، يبقى طول ما انت قائم تحط، قائم تحط، قائم تحط ايدك عام. لكن لو كان من قبيل المطلق، لا، المطلق نكرة شائع في جنسه، يبقى يجوز ايه فرد من الافراد، يبقى هنا انا حطيت ايدي اليمين على الشمال وانا واقف، خلاص عملت اللي عليك، واخد بالك؟ يبقى ده هنا كان يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. قائم دي عام ولا مطلق؟ فالأئمة فهموا انها مطلق، ولذلك ما حطوش ايديهم في كل وقفة. والشخص ده اللي جاب لنا الحاجة الغريبة العجيبة دي فهمها انها عام، يبقى نقول له يا أخينا يبدو والله والله أعلم إنك أنت ما انتش عارف الفرق بين العام والمطلق.
ما انا لما ما اعرفش الفرق بين العام والمطلق وما اقع في الحتة دي وافتكر كلمة قائم وهو قائم انها عام في حين انها ايه؟ مطلق. انها مطلق. طيب ادي اللي حصل. جم اخواننا شرق البحر الاحمر المتوسط بيننا وبينهم وكل ما كده، وبعدين كلمتهم قلت لهم يا جماعة انتوا ليه بتعملوا كده؟ قالوا انت عايزنا نصلي زي الخلق؟ يعني كل الخلق كده طبعا لازم في ما نميز. قلت لهم انا عايزكم تصلوا زي الخلق مع المسلمين كده، ليه كل ما ترفعوا تشخبطوا ايديكم كده؟ حتى صارت علامة، كأنها علامة. فاحنا بقى نمشي وراء ايه؟ جماهير الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار. شأنه هو بقى مع ربنا، ملناش دعوة بيه. آدي الحكاية. وهل لذلك من آثارة من علم؟ تقول له من قبيل المطلق مش من قبيل العام، وتعمل ايدك كده وزي ما شيخنا ما قالونا وعلمونا، ولازم الاسترس بتاع الكلمة يطلع كده من قبيل المطلق مش من قبيل العام. يعني زهقان من ايه؟ من الجهلاية دي، لانه مش مفرق بين ايه وايه، بين العام وبين المطلق. فهمتوها؟ ايه ده حاجة علماء كبار قوي. طيب والتوجه اللي هو دعاء الاستفتاح والاستعاذة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا للكتاب، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والجهر في موضعه، وانت بتصلي الركعتين الاولانيتين اللي هم ما فيش الا هم اللي في الفجر، او الركعتين اللي في المغرب، او الركعتين الاولانيتين اللي هم في العشاء، قم تقولهم بصوت عالي شويه مسمع لنفسك ولمن بعدك، سواء كنت منفرد أو كنت غير منفرد. والجهر في موضعه والإصرار في موضعه، الظهر والعصر والركعتين اللي هما والركعة والركعتين اللي بعد كده برضو كله ده إيه؟ يبقى سري وهيئة. والتأمين، أن تقول آمين. وآمين دي يسموها ايه في النحو؟ يسموها ايه في النحو؟ مفيش، كان الله بالسر عليم. آمين اسم فعل، آمين يعني اللهم استجب. وقراءة السورة بعد الفاتحة برضو من الهيئات. بعض المذاهب قالوا لا دي سنة، لو نسيتها تسجد. والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد عند الرفع من الركوع. والتسبيح في الركوع والسجود، يعني ايه؟ يعني لو ركعت وانت ساكت، ركعت وسكت مفيش حاجة، تركت هيئة، ضيعت على نفسك ثواب، عملت حاجة كده يعني كأنك زاهد في الخير، نعم. لكن الصلاة صحيحة، لأن المطلوب ركنا هو الركوع، هيئة الركوع. أما التسبيح فيها فدي هيئة، السجود أما التسبيح فيه فدي هيئة.
واحد مهموم يا عيني سجد وقعد يفكر في الهم بتاعه ونسي يسبح، ما يجراش حاجة، صلاته صحيحة لأنه أتى بالركن الذي هو السجود. والحاجات اللي بنقولها في السجود دي هيئة. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، لما بنجلس بين السجدتين أو في التشهد الأوسط أو الأخير قم بنضع إيدينا على الفخذين، لأنه ممكن واحد يحط إيده كده يعني يبقى قاعد وساند على الأرض، يبقى كده ترك هيئة، صلاته صحيحة. بتعمل كده ليه؟ أنا والله في ديسك عندي ومش قادر أتحرك. في ديسك فعلا؟ قال لا، يعني خايف يجيلي ديسك. يعني أنت خايف يجيلك ديسك فعلا؟ لا يعني أصله قلت ما فيهاش حاجة. واخد بالك من لكاكة؟ إيه؟ صلاته صحيحة بالرغم إن هو أتى بهيئة شوية غريبة مش متعودين عليها، انه يحط ايديه يسند بيها على الارض اللي قدامه. فانت تقول هو متهيئ للقيام ولا هو خلص صلاة ولا ايه؟ لكن مش هي دي اللي احنا عايزين نبحث فيها. اللي احنا عايزين نبحث فيها هي الحركة دي تبطل صلاته؟ لا، ما تبطلش صلاته، انما تضيع عليه ثواب الهيئة وهي وضع اليدين على الفخذين. ده دي في ذاتها فيها ثواب وفيها جزاء ضيعه حضرته بالحركة دي. أو حط إيدك كده في وسطه كده، برضو هيئة غريبة عجيبة. أو عمل أي حاجة وهو في التحيات راح عامل ايده كده، هي لا تبطل صلاته ولكن ضيع على نفسه ثواب الالتزام والاتباع والهيئه وكذا. يبقى احنا هنا بنعمل ايه؟ بنرتب مخنا ايه اللي يبطل الصلاه وايه الذي لا يبطلها، وهي شكلها ايه واقسامها ايه، اركان وسنن وهيئات، ونعمل ايه لو حصل ايه. ادي اللي احنا بنتعلمه في الفقه، مش ان احنا بقى على طول النهاردة هتحط ايدك كده وتقول له الشيخ قال ايه. ده انا بفهمك التراتيب الادارية بتاعت الصلاة وايه الفقه بيقول ايه، فين الركن وفين السنة وفين الهيئة وفين اللي ليه ثواب وفين هنعمل ايه لو نسينا او وهكذا. مش بقولك اعمل كده، لا، انما لو حصل كده امامك قمت له كده ضيعت على روحك ثواب، لا ما تقولوش صلاتك باطلة. ادي الفرق بين اللي بيعرف والما يعرفش. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. اليسرى يبسطها كده على فخذه، واليمنى يقبضها على هيئة 53. 53 عاملة كده. ايه الهيئة دي؟ الهيئة دي اسمها العد بالأصابع، كان منتشرا بين التجار في قديم الجاهلية. عايز أنا أبيع لك الحاجة دي برقم معين، بمية مثلا واحدة، يعني مية واحدة أو بدينار، وما أعمل كده واجي مسلم عليك فانت تعمل ايدك كده اهو، تعرف ان انا بقول ايه؟
دينار، مش عايز الناس تسمع، لان انت عارضها باتنين دينار. فانا عملت كده ورحت مسلم عليك. العقد بالاصابع اسمه كده، عدد كان كده يبقوا اتنين تلاتة اربعة خمسة كده. فالهيئة دي اللي كان سيدنا بيعملها اسمها 53، اسمها 53. وهذه العقد بالأصابع ألف فيها المؤلفون ووصلوا بها إلى الآلاف، يعني في حاجة بتتعمل بالأصابع كده إلى الآلاف. وكان الغرض منها إن أنا كتاجر أمسك إيديك وأفهم بقى بالإشارة كده إنك أنت عايز السلعة دي بكذا، أوافق أو ما وافقش. أقول لك طب ما تخليها كذا، وأجي ردد عليك بيها اختراع اخترعه التجار علشان يعملوا كده. فلما ورد في الحديث فقبض يديه على هيئة 53، العلماء ما سبوهاش. الله، يعني ايه 53؟ فبحثوا فيها وعرفوا انها العقد بالاصابع، فراحوا مؤلفين فيها شوية كتب. قوم احنا رحنا جبنا الكتب وقريناها عشان نبقى علماء ونيجي نتنطط عليكم. ادي الحكاية. لكن في النهاية ده علم وليه علماء، هنعمل ايه؟ طيب، إلا المسبحة اللي هي دي، سموها مسبحة ليه؟ لأن احنا بنرفعها عند الشهادتين. يقول الإمام صاحب التهذيب، اسمه ايه صاحب التهذيب؟ ها؟ لا مش البغوي، التهذيب اللي شرحه النووي يا أخي، أبو إسحاق الشيرازي المهذب. فيقول أبو إسحاق الشيرازي في وصفه للتحيات كما وردت عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنك ترفع المسبحة، يعني هي 53 ايه، ترفع المسبحة عند النطق بلفظ الجلالة من كلمة التوحيد. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فتترفع مع إيه؟ مع لفظ الجلالة. يبقى من الجزء الأول أشهد، ما يرفعهاش لسه، أن لا إله لسه، إلا لسه الله، ويجي رافعها كده. يعني هم واخدين بالهم كل الكلام ده نقل تواترا، والتانيين مش واخدين بالهم انه ده على ما اقتضاه العمل. العمل يعني ايه؟ يعني متواتر عن متواتر عن متواتر. فيقول لك بس الا الله دي بس ما وردتش. وما وردتش ازاي؟ دي وردت بآلاف آلاف آلاف المرات التي ورد فيها نص، لأنها ورد إيه؟ الأبناء عن الآباء، الأبناء عن الآباء إلى منتهاه صلى الله عليه وسلم. شافوه هو إلا الله ويجي عامل كده، فرحوا ناقلينها لمن بعدهم وجرى العمل عليها لغاية النهاردة. أبو إسحاق الشيرازي بيبين الحتة دي لأنه استفاض فيها في المهذب. يبقى المسبحة لأنها بنرفعها للدلالة على الشهادتين ووحدانية الله. ولذلك تلاقي العوام لما تمر جنازة يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ويجي رافع إيه؟ صباعه ده، لأنه ده إشارة إلى التسبيح أو
التوحيد أو الذكر بلا إله إلا الله، فإنه يشير بها متشهدا. شوف الكلام، يشير بها متشهدة، يعني أول ما تخلص الشهادة الأولى ونطقت كلمة الله يجي ده كده مرفوع كده، وأشهد أن لا إله إلا الله، ويفضل مرفوع بقية التحيات. والافتراش في جميع الجلسات، الافتراش إنه يقعد على قدمه اليسرى ويقيم قدمه اليمنى ويجعل أصابعها تجاه القبلة إذا استطاع هيئة. والتورك في الجلسة الأخيرة، التورك معناه أنه بدل ما هيقعد على قدمه هيقعد على فخذه، على وركه، الورك، فهيطلع الشمال من تحت ساقه اليمين فيكون على هذه الهيئة مع استمرار قيام القدم اليمنى وتوجه الأصابع إلى القبلة. والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية من الهيئات، يعني هو أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله كده خرج من صلاته. طب ودي تفيد في إيه؟ إنه بعد ما سلم قال السلام عليكم ورحمة الله نقض وضوء، يعيد الصلاة ولا لا؟ لو كانت التانية ركن كنا قلنا له آه لازم تعيد الصلاة لأنك لسه ما خرجتش، لكن التانية لأنها مش ركن إنما هي هيئة يبقى ما يعيدش الصلاة لأنها تمت. طب والتسليمة التانية دي ما هو هيئة، ما هياش من 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 أركان الصلاة، ولذلك يعفى عن هذه الحال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. شوفوا جمال هذا الكلام اللي هو أخده من القرآن ومن السنة ومن العمل ومن ميراث الأمة جيلا بعد جيل، عشان يدينا اللي بيسموه دلوقتي في العلوم تكست بوك، يعني النص الأصلي، علشان على طول دي أركان، دي سنن، دي هيئات، دي كذا، دول 15، دول 18، دول ومترجع تعرف آلاف الصور من الكلام اللي هو ذكره ده. إذن دول أهل علم لأنهم أولا حددوا المصادر، وثانيا عرفوا طرق البحث، وثالثا عرفوا شروط الباحث، ورابعا جعلوا لكل علم موضوعا، وخامسا عرفوا فائدة كل علم وما يتميز به، وسابعا عرفوا مسائلة من محمول وموضوع الجملة المفيدة اللي هو مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، فرضي الله تعالى عنه. ولسيدنا أبو شجاع ده حصلت له كده كرامة أنه عاش 160 سنة، قضى منها 130 في خدمة الغرفة الشريفة المباركة، ودفن في المسجد كما كان يخبرنا مشايخه. فنقرأ له الفاتحة عسى أن ننال من بركته يوم القيامة. اللهم هب مثل ثواب ما قرأنا
لسيدي أبي شجاع، وارض عنا به وعلمنا العلم النافع وألحقنا به على الإسلام وكمال الإيمان، اللهم آمين.